يا هلا والله، أنا إيهاب من تطبيق البيجو. دائما من أهم اهتماماتي أكون شهرة وأكون أصحاب ويكون عندي العديد من الفانزات في مجال الشرق الأوسط. أتوسع في مجال الإعلام وأزيد شهرتي حول العالم. من خلال صديق لي تعرفت على تطبيق البيجو. حبيت تطبيق البيجو لأنه فيه التنوع من ناحية التعامل في التطبيق ومن ناحية اهتمام الإدارة. من المميزات اللي شدتني لتطبيق البيجو لايف برنامج مميز بمعنى الكلمة، من ناحية المستخدمين، من ناحية اللايفات، من ناحية التحديات وأيضا الدعم. زاد عندي الأصحاب من جميع الدول، صرنا مشاهير. برنامج الأمانة غير طريق الحياة. التحديات والمنافسة القوية والاحتفالات اللي تصير دائما بشكل سنوي على مستوى العالم. بيجو بيجو.